تعي نطلع. انت منيحة؟ منيحة، منيحة كتير. أنا رح أفتح. خير إن شاء الله. عن إذنك. تشرفت بمعرفتك، شكراً كتير إلك. وأنا كمان دكتور، إذنك معك. تفضلي. بسطنا فيك دكتور، جاء زورنا. تفضل. أنا عم دور على حدا. عائشة قول؟ عائشة قول؟ مين هالبنت؟ ما بعرف. وأخيرا شفتك. مين هي؟ كيف وصلتي لهون؟ شوفير التاكسي. يا عيني يا عيني. عفوا، تصبحوا على خير. وانتو بخير، الله معكم. مع السلامة. مين هالبنت هي؟ مين رح تكون يعني؟ أكيد خطيبته. مين يعني؟ أو ممكن مرته. أكيد ما أنا أمه يعني. ما شفتهم كيف كانوا عم بيضموا بعض؟ معناها الدكتور عنده قرايبين مو هيك؟ إيه لكم. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله على الدكتور. فوت عود ابني. إيه بقعد ليش لا؟ يلا تفضل عود. اشتقت لك كتير. وأنا ما كتبتي برسالة إنك رح تجي؟ كنت رحت جبتك. حبيت أعمل لك مفاجأة. انبسطت كتير؟ في برد؟ نروح بالسيارة؟ لا خلينا نمشي. طيب البيت بعيد، لا تقلي لي تعبت أو بردت. ماشي. نازلي انت منيحة؟ ايه غفران، رجلي صارت منيحة. شو مشان قلبك؟ قلبك كمان منيح؟ كل الرجال هيك كلهم، بما انه عندك حبيبة ليش قاعد عم تطلع على غيرها؟ مقضية تطليعات وابتسامات، قاعد عم يتسلى حضرته. بس لو ما كان عم يعطيكي امل. انتو عم تغلطوا يا بنات، هو ما ذنبه. الامل بينعطى بالوعود والحكي اللي بنقال، مو بالتطليعات ولا حتى الابتسامات كافيه. الدكتور زياد ما عطاني لا وعد ولا شيء. اللي عندك وعد. وعد؟ وعد شو؟ لا مو معقول تكون نسيت، شبك؟ عائشة قالي لي شو هو. طيب بس دقيقة. هاي شو مكتوب؟ جاوبني. على شو؟ شو مكتوب هون؟ أول يوم تمشي فيه على رجلك رح نضل نمشي وما نضيع وقت، وأخذك لوين ما بدك، هذا وعد مني إليك. هلأ يعني؟ وبهذا الوقت ايه؟ كمان؟ أنت مجنونة؟ بس أنت وعدتني. إيه؟ ماشي بما أني وعدتك. ما فيني أخلف، لازم نفذ وعدي. وقف. ماشي خلص، بكرة عندك شغل، مالي حابة تعبك. الظهر بيجي لعندك ووقتها منطلع منتفتل. متأكدة؟ بلكي صرعتي راسي وقلتي لي خلفت بوعدك؟ ما تخاف هلأ، ما رح أحكي شي. ما بردتي؟ امشي يلا، بس رح تتعبي. ها كيف كانت سفرتك؟ تمام. سلم هالإيدين. شكرا. ما شاء الله صرت منيحة. ايه صرت منيحة.
معه حق الدكتور، طلع عن جد ما في شي خطير. حتى ولو لازم تروحي بكرة تراجعيه. لا نزلي، ممنوع الاعتراض، وإلا رح يكون إلي حكي تاني معك. نزلي يا نزلي، بدي بصراحة بدي أسألك سؤال. يعني أنا بصراحة أجلت هالسؤال كتير، وما بدي أجله أكتر من هيك حاجة، يعني ما بصير أجله أكتر، وإلا بكون عم غشك. شو هو عمي؟ اسمعي بنتي، ما ضل غيرك من ريحة أخي، وأنتي بأمانتي وحاطك بعيوني. ممكن كون غلطت معك كمان. لا عمي، شو هذا الحكي؟ إذا عن جد في غلط بيكون أكيد مني أنا. أنت اعتبرتني مثل بناتك، وبناتك كمان اعتبروني مثل أختهم وأكثر. ما حسستوني إني يتيمة، ما حسيت حالي غريبة ولا مرة. الله يخلي لي إياكم كل العمر. حبيبتي. خلص خلص بكفي، جيت لأحكي كلمة. شوفي لوين وصلنا. يا الله دخيلك، قديش صعب هالشغلة. نزلي اسمعيني، أنا ما بعرف لف ودور أبدا، لهيك رح أحكي معك بشكل واضح وصريح. حسن طلب إيدك للزواج، إذا موافقة أقولي إيه، أو خلي كل واحد يروح بطريقه. لا تنغري بمصاري، ولا تنخدعي بهيبة أبوه وكلمته عنا. لا يا بنتي، ما تخجلي مني، لا تخجلي، بس أنا عقلي دقة قديمة. غفران، ناريمان، وأنت كمان يا نزلي، بدي اياكم تتزوجوا الشخص اللي انتو بتختاروه. انبسطوا لشوف. بدي اياكم تنبسطوا. لا انبسط انا، بدنا نفرح. تعالوا لعندي يا بنات، تعالوا لعندي يلا. حبيبي بابا. بناتي الحلوين، شو بحبكم انا. حبيباتي. يا روحي انتو، يا عيوني. قديش بحبكم. يا روحي يا بابا. ايه بنتي، شو قلتي؟ لازم أعطي جواب لمحمود. بدك تتزوجي حسن ولا ما بدك؟ أنا بدي أفكر شوي بالموضوع يا عمي. اليوم المساء بردلك خبر. طيب يا أمي، يا أبي، يا ريت ما رحتوا تركتوني هون لحالي. ما بتصدقوا قد ايه أنا محتاجة لكم.
لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.